مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في لقائنا اليوم المتجدد على شاشه النيل الاخبار وحلقه جديده من القاهره. لقاؤنا يمتد مع حضراتكم كالمعتاد من الان وحتى قبيل منتصف الليل بتوقيت العاصمه. كالمعتاد لدينا جوله اخباريه مع اهم وابرز احداث اليوم، ولدينا ايضا وقفتين حواريتين في حلقه اليوم. الوقفه الحواريه الاولى حول عام جديد يمر من الفتره الرئاسيه الاولى للرئيس عبد الفتاح السيسي، قراءة في الأمال والتطلعات نحو بناء مصر الحديثة. دخلت مصر العام الثالث من فترة رئاسة الرئيس السيسي اللي تولى السلطة في 8 يونيو من عام 2014 بعد أن استدعاه الشعب في ظل المرحلة الانتقالية الصعبة من عمر البلاد لتسلم السلطة، واللي يتولى إدارة البلاد متحديا كل الظروف العصيبة التي واجهت مصر داخليا وخارجيا. الحقيقة في الوقفة الحوارية الأولى بنستعرض عبر 730 يوما قضاها الرئيس في الحكم أهم الإنجازات التي تم تحقيقها خلال هذه الفترة، وأيضا الأمل والتطلعات في ما يتبقى من الفترة الرئاسية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي 730 يوم أخرى بتنتظرها مصر. الوقفة الحوارية الثانية في حلقة اليوم من القاهرة حول قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة حكومية لتذليل العقبات أمام المشروعات الجاري تنفيذها. أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة متابعة المشروعات الجاري تنفيذها وتذليل العقبات التي تواجهها، وأن تتولى اللجنة متابعة المشروعات في كل القطاعات التنموية في كل المحافظات، وذلك لبدء الاستفادة منها لخدمة المواطنين وتحقيق الأهداف المعلنة ضمن برنامج عمل الحكومة. اللجنة بتعمل على تذليل العوائق والعقبات اللي بتواجه المشروعات بالتنسيق مع الجهات المعنية وتطوير خطط العمل في الفترة المقبلة لاستكمال المشروعات في المواد المخطط لها، كما تعد اللجنة تقريرا شهريا مفصلا بنتائج أعمالها وآخر بالتطورات والمستجدات بالنسبة للمشروعات المختلفة اللي بتنفذها الحكومة ويعرضها رئيسها على مجلس الوزراء. مشاهدينا، بدايتنا كالمعتاد مع أهم وأبرز أخبار اليوم في جولة إخبارية نبدأها باجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل اليوم، ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، ووزير المالية عمرو الجرحي، ونائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف بأنه تم خلال الاجتماع مراجعة سياسات الحماية الاجتماعية وبرامج حماية الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب المعاشات الأقل قيمة، حيث كان الرئيس السيسي قد وجه بتعظيم استفادة تلك الفئات والتركيز على تحسين أحوالهم المعيشية. في هذا الإطار عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تصورا مقترحا بزيادة جميع المعاشات التأمينية التي يستفيد منها نحو 9 ملايين مواطن، وذلك بنسبة 10% اعتبارا من الأول من يوليو من هذا العام. وافق الرئيس على التصور المقترح ووجه أن تكون هذه الزيادة بحد أدنى 75 جنيها، كما وجه أيضا بزيادة الحد الأدنى لجميع المعاشات التأمينية لتصبح 500 جنيه. سوف يستفيد من الحد الأدنى لزيادة المعاشات 2,624,000 مواطن، حيث ستتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة هذه الزيادة والتي تبلغ حوالي 15 مليار جنيه. أكد الرئيس السيسي أن زيادة المعاشات التأمينية إنما يهدف إلى حماية الفئات الأولى بالرعاية، كما تأتي إعمالا للمادة 27 من الدستور المصري. أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القرار رقم 249 لعام 2016 بإنشاء مجتمع عمراني جديد يسمى مدينة العبور الجديدة بمساحة 58,914 فدا. تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالانتهاء من وضع المخططين الاستراتيجي والتفصيلي لمدينة العبور الجديدة خلال مدة لا تزيد على عام ونصف، وبما يحقق تنميتها على الوجه الأمثل وتحقيق الاستفادة القصوى من موقعها المتميز لتصبح مجتمعا عمرانيا جديدا متكامل الخدمات.
أعلنت وزارة المالية أنه سيتم صرف المرتبات والأجور للعاملين بالدولة بما فيه المحول منها على البنوك الخاصة عن شهر يونيو الحالي يوم 19 من ذات الشهر، وذلك بمناسبة قرب انتهاء العام المالي الحالي 2015-2016. وأوضحت المالية في بيان اليوم أنه سيتم صرف مرتب يوليو يوم 21 من نفس الشهر، مشيرة إلى أنه يجب مراعاة أن يتم خصم ما قد يصرف للعاملين بدون وجه حق من استحقاقات المدة التالية. وزير النقل الدكتور جلال سعيد قال إنه سيتم افتتاح محطة هارون بالخط الثالث من مترو الأنفاق أمام الجمهور منتصف عام 2018. أضاف سعيد خلال تفقده أعمال حفر الجزء النفقي الأول بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو مصر الجديدة، أضاف أنه سيتم دراسة افتتاح المحطة قبل هذا الموعد وكذلك المحطات المتبقية في نفس الميعاد المتفق عليه. أشار الوزير إلى أن الجزء الأول من المرحلة الرابعة يمتد بطول 5.15 كيلومتر ويشتمل على 5 محطات نفقية هي هارون، ميدان هليوبلس، ألف مسكن، نادي الشمس والنزهة، وتبلغ تكلفة الإنشاء والتجهيزات بدون الوحدات المتحركة 4.345 مليار جنيه مصري. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة الوزير جلال سعيد وزير النقل. برحب بحضرتك سيادة الوزير. أهلا سيدة غادة، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك وكل المشاهدين الكرام وكل سنة طيبين. وحضرتك طيب يا فندم. سيادة الوزير، حضرتك تابعت عمليات أو تفقدت أعمال حفر الجزء النفقي الأول بالمرحلة الرابعة، كيف وجدت أعمال الحفر؟ شوفي سيادتك، طبعا انا بس عاوز اصلح معلومه سيادتك قلتيها في الاول. نعم. منتصف 2018 ده اللي كامل هذا الجزء من المشروع اللي هو بيتكون من 5 محطات زي ما سيادتك ذكرتي، وطول اكتر شويه من 5 كيلو. نعم. وده يعني زي ما سيادتك ذكرتي بيبدا من محطه هارون وصولا الى النزهه، الى محطه النزهه، ودي فيها 5 محطات. ده يعني الموجود دلوقتي على الطبيعة ان هناك عمل فعلي في ال5 محطات بدرجات متفاوتة. يمكن محطة هارون وصل نسبة التنفيذ فيها حوالي 70% الان. وبعدين اهمية محطة هارون ان دي كانت النقطة اللي وصل فيها الحفار قادما من محطة الاهرام، والان انطلق الحفار ده من محطة هارون بالفعل في اتجاه محطة هليوبلس ثم الألف مسكن، وبيمشي دلوقتي بمعدل حوالي 15 متر في اليوم. طبعا العمل اللي بيتم عمل يعني عمل رائع جدا تحت الأرض. سيادة الوزير، يعني حضرتك تقصد ان ال5 محطات هينتهي العمل فيهم في منتصف 2018؟ بالضبط كده. نعم. لكن كدا. محطة هارون تحديدا ممكن يتم افتتاحها، يعني حضرتك بتقول ان سيتم دراسة افتتاح هذه المحطة قبل هذا الموعد، يعني ممكن يفتتح محطات قبل موعد منتصف 2018؟ ان شاء الله ممكن، بس دي لها علاقة بعملية المناورة للقطارات لما تصل لهذه المحطة اللي كان في امكانية انها تناور وتعود مرة تانية. هنفتح المحطة دي ونفتح اي محطة تباعا اذا توفر الشرط ده. لكن كامل هذا الجزء من المشروع هينتهي ان شاء الله باذن الله في اول يونيو 2018 حسب الجدول الموضوع. وزي ما قلت سيادتك هناك عمل كبير جدا يجري تحت الارض. انا نفسي يعني كل المصريين ييجوا يشوفوا هذا العمل الكبير. هناك يعني شبه مدينه موجوده تحت الارض الان متمثله في ال5 محطات زائد النفق اللي بيتم حفره بطول 5 كيلو ما بين الخمس محطات. شغل رائع وكبير، وانا بحيي طبعا كل المهندسين المصريين والاجانب والفنيين اللي بيقوموا بالعمل. العمل بيمشي على مدار الساعة. نعم. حتى في رمضان على مدار 24 ساعة وما بياخدوا ساعتين بس راحة ساعة الفطار، لكن العمل بيسير على مدار الساعة، ودي حاجة مشرفة جدا. يعني نتمنى ان مع المشروع مع نهايته يساهم في يعني تخفيف الزحام
عن شوارع القاهرة. الشيء الثاني برضو اللي أنا أحب أضيفه، أن امبارح تم توقيع عقد بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل للمرحلة الثانية لهذا الجزء من الخط، واللي طولها حوالي 6.7 كيلو، اللي هي بقى تبدأ من حط من النزهة وتتحرك بعد كده في اتجاه شرق القاهرة وصولا إلى أعلى شارع جسر السويس، ثم بدوار طريق الإسماعيلية، ثم وصولا إلى تقاطع الداهلي مع طريق الإسماعيلية اللي هي محطة عدلي منصور، وإن شاء الله دي تنتهي خلال 34 شهر اعتبارا من نص يونيو القادم، يعني من الأسبوع القادم إن شاء الله. والعقد ده بقى جميل جدا لأنه الشركات المنفذة هي شركات مصرية، شركة المقاولين العرب وشركة أوراسكوم، وفي خبرة طبعا تم اكتسابها من قبل هذه الشركات تمكنها من أنها يعني تنفذ المرحلة القادمة إن شاء الله بإذن الله. والجزء ده بقى ما هوش نفقي، الجزء ده أعلى سطح الأرض على كوبري، أعلى سطح الأرض، أعلى طريق جسر السويس، ثم بعد ذلك موازي للطريق الواصل إلى طريق الدائري بعد الهاكستير. يعني الخط الثالث كده سيادة الوزير هيمتد من منين إلى فين؟ بص يا سيادتي، الخط الثالث احنا انتهينا منه من مرحلتين، انتهينا من العكبة للعباسية، ثم انتهينا من العباسية إلى مصر الجديدة عند محطة الأهرام. ده المرحلة الأولى والثانية من الخط الرابع، الخط الثالث آسف. نعم. الخط الثالث بعد كده له مرحلتين كمان، المرحلة الرابعة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي اللي هي تصل إلى محطة عدلي منصور عند السلام على أطراف القاهرة الشرقية من ناحية، وله مرحلة ثالثة اللي هي احنا وقعنا العقد بتاعها بالفعل وجود الرئيس الفرنسي لما كان بيزور مصر، ودي اللي هي من العتبة وصولا إلى مسبيرو، ثم أسفل النيل، ثم أسفل الزمالك، ثم أسفل النيل الصغير، ثم إلى الكتكات والبابة والدقي والعجوزة وبلاق الدكرور وجبل القاهرة. والمرحلة المرحلة الثالثة من الخط الثالث دي هتبتدي العمل فيها إمتى؟ هتبتدي العمل فيها خلال حوالي شهرين من الآن، لأنه خلاص يعني تم توقيع العقود زي، وبعدين في إجراءات مالية صغيرة هيبدأ العمل. هو حاليا دلوقتي بيتم تحويل المرافق في مناطق المهندسين ومنطقة البابا والكتكات، المرافق بيتم تحويلها الآن، في تحالف كبير من شركات فرنسية ومصرية هتنفذ هذا العقد وتمويله موجود، والعمل ان شاء الله يعني اعتقد انه يبدا قبل شهر سبتمبر القادم ان شاء الله باذن الله. وهيستغرق العمل في هذا الجزء قد ايه؟ انا اعتقد العمل في هذا الجزء هياخد اكثر من، هياخد حوالي اعتقد هياخد 4 سنوات، ولكنه يستطيع ان يعمل ايضا على مراحل. كل ده صعب جدا، بيعدي كل ده جزء طويل وبيعدي في مناطق تحتاج تعامل كويس، بالذات في منطقه مسبير ومنطقه دار القضاء العالي، ثم اسفل النيل، ثم اسفل الزمالك، لكن في برنامج زمني ومحكم موضوع، وان شاء الله يتم الالتزام بيه. نعم سياده الوزير جلال سعيد وزير النقل، اشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. قال رئيس مكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني الفرنسي إن التحقيق الجاري في حادث طائرة مصر للطيران المنكوبة ما زال بعيدا جدا عن كشف أسباب سقوطها. أضاف ريمي جوتي أن سفينة ثانية مجهزة بمعدات بحث متخصصة ستنضم لأعمال البحث عن الصندوقين الأسودين وحطام الطائرة غدا الجمعة، موضحا أن نطاق منطقة البحث بما يتراوح بين كيلومتر واحد إلى كيلومترين. وقد التقطت سفينة تابعة للبحرية الفرنسية أو التقطت إشارة من أحد الصندوقين الأسودين في أول يونيو، واستأجرت مصر السفينة الثانية المجهزة بجهاز بحث باستخدام الموجات فوق الصوتية ومركبة تعمل تحت الماء. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جمال رائف الصحفي المتخصص في شؤون الطيران. برحب بحضرتك أستاذ جمال. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بحضرتك أستاذ جمال. يعني فكرة الوصول إلى الصندوقين الأسودين، وقيل إن البطاريات اللي بيعمل بها الصندوق